كفر وفي ناموسيه ناموسيه على اساس ان ايه برضو ليها سيستم لوحدها. خش جوه يا جماعه كده نشوف اهي وليها جيب جوه اهي ليها جيب جوه الجيب اهو اه تمام. ويا رب يبقى هنا وسعاده على اللي يشتريها. الاحباء والاعزاء في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قناه جوار السويس، كل الترحيب والتقدير لحضراتكم. انا النهارده في زياره لمحل الاستاذ محمد. السلام عليكم يا استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم؟ يا رب يكون فتحه خير عليك. اللهم امين يا رب العالمين. يعني انت من الناس اللي ربنا يعني يجعل القبول في وشك. الله يحفظك. الله يحفظك. هناخد النهارده نستعرض امكانياتك وشوف انت متاح عندك ايه لجمهورك وزباينك ان شاء الله. ان شاء الله. يا جماعه غابات او بوص بنسميها غابه او بوصه مش كده؟ تمام، دي بوصه صب قطعتين او بوصه قطعه واحده لشغل الشيل. تمام، دي لكل المستويات هنا ولا المستوى معين اللي يشتري منك هنا؟ المستويات العاديه بتاخد البوصه قطعتين، والمستوى المحترف بياخد بوصه الجيج لو بيشتغل بطريقه الجيج. تمام، وهنا؟ برضه هنا البوص الصب ده القطعتين ده ليه مقاسات كبيره، والمقاسات حسب المكان اللي هيشتغل فيه. يعني في تسقيط؟ في تسقيط على حرف شط، في تسقيط على صخر وبعيد شويه محتاج قطره، في تسقيط من على مركب، في تسقيط من على مركب، في تسقيط من على سقاله، تمام، في تسقيط من على مشال، تمام، في تسقيط انواع كتير حسب المكان انت بتقدر تختار طول البوصه. تمام، انا هسالك سؤال عشان برضو نجيب حبايبنا ونحب فيهم الهوايه. اتفضل. لو انا عايز ابدا، طب اروح اصطاد فين؟ من السويس؟ من السويس. خلينا في السويس الاول. السويس عندنا محطه الكهرباء هي القريبه اللي عايز التصليح طبعا من ال لا بينزلوا دلوقتي عادي محطه الكهرباء. وعندك منطقه حوض الدرس هنا. تمام. شخر صغير حوض الدرس هنا. تمام. ساعات بتقابلك حاجه داخله من الكنال بيبقى قروصه، بتبقى لوتايه، وده انت ورزقك ما بيبقاش متوقع. والقرى السياحيه ممكن ولا صعب؟ من ملفات السخن. ملفات السخن يقف على الشاطئ بقى. يقف على الشاطئ. ملفات سخن يا جماعه قبل بورتو. قبل بورتو. قبل بورتو يا جماعه في ملفات اللي هتلاقي الجبل قريب جدا من، وهي ليها اماكن معروفه للصيد، يعني الناس هناك انت هتشوف الناس قاعده وهي بتصطاد. طب تابعوك على قناه الالف لادوات الصيد على اليوتيوب. ولاي استفسار مع محمد الالف لادوات الصيد على واتس 0148-96-590. كده يا جماعه سهلنا لكم الموضوع. انت هتيجي تقعد مع استاذ محمد، عندك مانع انه يجي يقعد معاك ويدردش معاك شويه؟ اي حد يا جماعه يشرفني في المحل، لو مش هيشتري دي الرزق بتاع ربنا، اللي اي معلومه عايز تعرفها عينيا الاثنين ليك. ونبدا مع بعض الهوايه ونكبرها. طبعا. تمام، ده مخيم يا جماعه للي هو قاعد على الشط في ليله قمريه او في مكان يكفي كام واحد يا استاذ محمد؟ في خيمه 4 فرد. 4 فرد. الله عليك. يا سلام بقى لو جنبها جنريتر صغير. ها؟ وننور الكلام ده. ايوه. وتبقى قاعده سيفتي وجميله وان شاء الله تلاقي اقبال. طبعا هنا ناموسيه يا جماعه. يا جماعه في ناموسيه عشان إيه؟ الشواطئ غالبا بيبقى فيها ناموس. طبعا انت بتفرش جوه هنا. مقاس مقاس الخيمه دي. اذا دي بتسع كام واحد؟ دي بتسع 4 افراد. مقاسها 2 متر 2 متر في 2 متر في 2 متر يعني مربعه في متر 65 ارتفاع. وطبعا هو لما بيحط بقى الفرش السفنج او الفرش هتعلى معاه شويه. هو يا جماعه زي ما قلنا في كفر وفي ناموسيه. ناموسيه على اساس ان ايه برضو ليها سوسته لوحدها. الناموسيه سوسته ودي سوسته. والاسعار يا جماعه تابعوها على صفحه الاستاذ محمد الالفي لادوات الصيد لادوات الصيد على الفيسبوك. تمام. خش جوه يا جماعه كده ونشوف اهي وليها جيب جوه اهي ليها جيب جوه الجيب اهو. تمام. ويا رب يبقى هنا وسعاده على اللي يشتريها ويكون بالخير يا رب العالمين.
شكرا يا استاذ محمد. حبيبي يا استاذ احمد، تنورني وتشرفني في اي وقت يا استاذ احمد. طبعا انت على استقبال لكل جمهورك. انا ما بقولش لحد لا يا استاذ احمد. اتفضل يا حبيبي. تنورني وتشرفني. وليه اسعار خاصه بمحمد الالفي. اسعاري انا يا جماعه ما بقدرش اقولها عشان في حاجات. بصراحه يا جماعه انا سالته يعني انا ما بحبش عليكم. سالته يا محمد الدولار زاد والحاجه زاد. قال لي انا ضد الجشع. انا مع الناس مع ربنا. ببيع باسعاري بس. الخاصه اللي لا تقبل المنافسة. ربنا يبارك فيك. الله يرزقك. هو ديك شفت المحل اهو. احمد طبعا. احمد يا جماعه هو الراجل المسؤول عن تصوير قناه احمد الالفي محمد الالفي لادوات الصيد. منور الدنيا يا ابو حميد. الله يخليك. طبعا يا حاج محمد دي كتالوجها هتعرضه دلوقتي عمليه لمها تاني بعد ما فردناها. اتفضل. بص يا جماعه هي كده طريقه عرضها وهي مفروده. هنيجي نلمها نروح قلبنا على الظهر كده. تمام. وناخد الرجل دي في ذكر ونتايه يا جماعه مع الرجل المقابله. هنا يا جماعه في هنا نتايه وفي هنا هيبقى الرجل قدامها المقابله. اي مقابله ذكر اهي ذكر اهي وندخلهم جوه بعض اهي. تمام. وناخد المقابلين دول ناخد الذكر ده اهو. تمام. في النتايه دي في النتايه الثانيه دي كده اتلمت معانا وبقت مدوره كده. كانت مدوره. بص بقى القفله بقى كلها خالص عشان تخش الجراب. عشان هي دي الصنعه بتاعتها. طبعا كل الزيادات دي جوه. كل الزيادات جوه يا جماعه جوه الاطار الخارجي. أيوة. جوه الاطار الخارجي. تمام. ما تخليش حاجه بره. اللي بقى عنده شماسه عربيه هي نفس الطريقه. بص الحركه دي. ما انا بكلم الناس اللي عندهم عربيات، الشماسه بتاعت العربيه هي نفس الطريقه دي، اتلمت كده يا جماعه بقت كده جرابها على قد المقاس ده بالظبط. وفيها طبعا ليها رباط عشان طبعا ما ليها كل حاجه. عشان ما تفردش تاني. ليها رباط وليها كل حاجه. تمام، يعني ركبناها لكم وفكناها، يلا تعالوا اشتركوا.